علي العكرمي رئيس الجمعية الليبية لسجناء الراي. دخلت السجن عمري 22 سنة، أفرج عني في 2002 وعمري 52 سنة، قائد الثورة كما كان يطلق عليه، ألقى خطاب وهو يسمى بخطاب زوارة، ثم صرح علنا بأن على كل المثقفين أن يجهزوا حقائبهم لأنه أصدر أمر بإيداعهم السجون. أدركت أن سيصيبني نصيب من هذا الخطاب. كان لي نشاط سياسي، كنت أكتب في مقالات أسبوعية، كنت ذو توجه إسلامي، فأدركت أن علي أن أعد حقيبتي وأستعد لمغادرة البيت وأذهب إلى السجن. السجن بوسليم الداخل ليه مفقود والخارج مولود. قد تسمعون عن غوانتانامو، قد تسمعون عن سجن أبو غريب، لكن سجن بوسليم يعني يعتبر في غاية البشاعة. هذا السجن اللي احنا الآن فيه وأستعيد فيه الذكريات في هذه الساحة. رأينا فيها الأهوال، يعني كيف يبدل الإنسان، تعزل عن أهلك عن بلدك، تبقى 12 سنة بدون زيارة، يعني تشوف ناس يموتوا بجنبك، يعني ناس مثقفين، يعني ناس صالحين، صفوة الشباب الليبي اللي كانوا يمكن أن ينهضوا بالبلد. يعني شفنا ناس يعني تنزف لمدة 6 سنوات بالبواصير بالأمراض، شفنا ناس تبقى السن تاعو توجعوا ل4 سنوات، كان دمنا مهدر، كل شيء مهدر بالنسبة لنا، كنا لا نستطيع أن ننام، كان الميكروفون طول اليوم هو يذيع خطب القذافي الثورية والأغاني الثورية، كان أصحابنا فقدوا عقولهم معنا في الحجرة. كل سنة كان يعدم ناس، يجي يأخذهم منا من حجراتنا ثم نجدهم في الجامعة يعدمون في ميدان كرة السلة. فكنا في 7 أبريل عيد هذا اللي كان يعدم فيه في الشباب، كنا نجهز في أنفسنا ممكن يكون الدور علينا، يعني إلى أن حصلت قمة المأساة في 29 يونيو 1996، عندما تم تصفية زملائنا 1270 رجل من صفوة الشباب الليبي اللي كانوا يصوموا في النهار ويقيموا في الليل، تم تصفيتهم بدم بارد في 3 ساعات إلا ثلث. يعني كان الرصاص كمية مهولة من الرصاص نسمعها. يعني هؤلاء الشباب الآن كشفت التحقيقات أن هؤلاء الشباب تم قتلهم في 3 ساعات إلا ثلث، ثم أحرقوا بمحلول مركز. بعد 4 سنوات أرادوا أن يخفوا أثار الجريمة، أخرجوا، ثم أحضرت مكينة متاع حجارة وتم سحق الرفات، تم تحق العظام، تم دكها، ثم وضعت في أكياس بلاستيك، ثم نقلت في قوارب زودياك، ثم ألقيت في أعالي البحار. من الذكريات الجميلة كان معي مهندس إيطالي كان يشتغل مهندس تربة في ليبيا، يجي بشكل دوري يحلل التربة لمدة 10 أيام ثم يعود إلى بلاده. في تلك الفترة قام القذافي باغتيال بعض المعارضين في إيطاليا، حتى يتم مبادلة أعضاء لجان ثورية لاغتياله في الخارج، اعتقل هذا المهندس الإيطالي ومعه رجل أعمال إيطالي آخر. توعدنا بأنه يعلمني اللغة الإيطالية وأنا نعلم اللغة الفرنسية، وكانت ليس لدينا حتى وسائل الكتابة، يعني فكنا نذهب إلى عيادة السجن ونطلب من طبيب السجن الدواء الأزرق نتاع الأسنان، وكنا هذا نستعمله فيه للكتابة، كنا نستعمله في أوراق الدخان الكنت والمالبورو نستعمله فيها باش نكتبه فيها، كنا نستعمل في علب الصابون نغسلها وننظفها ونكتب عليها. وأستطيع أن أقول لك بأن تعلمت اللغة الإيطالية بطريقة ممنهجة، بدرست الحضارة الإيطالية في العصر الوسيط، ثم خرجت بعد ما أفرج عن الإيطالي بعد 6 سنوات خرجت أفواج باللغة الإيطالية. في 2002 صدر أمر بالإفراج علي، خرجت وعمري 52 سنة. هناك من أهدى لنا بيوت، توفرت لي وظيفة، كونت أسرة سعيدة. هذه بنتي الكبرى دعاء الجميلة، 8 سنوات في سنة 2 ابتدائي.